الخير. مساء الخير لكل اللي عم يتابعونا عبر شاشاتهم في بيوتهم في اي مكان. مساء الخير لكل اللي موجودين معنا هون بالاستوديو، هالجمهور الرائع اللي عم يولعها. وبدي لكم انه ضيفتنا اليوم بهالحلقه ضيفه مميزه جدا، ضيفه ما عندها مشكله مع شيء، ضيفه متصالحه مع نفسها، ضيفه جريئه، جرأة استثنائية، ضيفة عانت من الفقر لسنوات طويلة، اشتغلت ببيع زيوت السيارات مشان تدخل مصاري، وبعدين تعرفت على الشهرة، عملت برنامج كمان مثل شخصيتها جريء، هذا البرنامج كان اسمه لول، برنامج بيحكي نكت جريئة بدون حدود، وعندها مطعم خاص جدا لأنه نفسها بالأكل غير شكل. اليوم بدنا ننزع مزاجها بالأكل بأنه نسأل أسئلة جريئة جدا، احتمال أن تأكل قليل كتير لأنه مثل ما قلت لكم بتدج القصة دج وما عندها مشكلة تقول كل اللي بقلبها. رحبوا معي بأرزة. من وين جايبتي يا لهيلك يا ارزه؟ هيدي جايبتك اياها معي، بدي اقول لك ردي بالصوره. شو هالحكي؟ ايه هاتي لنشوف. كلنا عنا احتجاج والحريم كله عليك هاج، بدك تعقل يا باسم وما بقى تسرق دجاج دجاج دجاج. يلا 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 فرجيني كيف إذا بلشناها هيك. أرزة إذا بلشناها هيك رح ننبسط كثير أنا وياكي بهالسهرة. أرزة في تحدي بيني وبينك رح يكون اليوم غير شكل، بدنا نسمع منك بمنتهى الصراحة إجابات واضحة، وبدك تهاجمي كل شيء، وهي الطاولة هي الفيصل بيني وبينك. جاهزة؟ جاهزة. عزمك يلا. منك مقصر ولا حضرتك؟ عزمك على عشاء تقبريني. حياتي عزمك على عشاء ما رح تنسيه ابدا. حياتي ابن عمي. يا قلبي هيدي شو فتت اجرين؟ بنت عمي هي فتت اجرين، فتت اجرين الجد، فتت مع منقار مع روس. وهي تقبري عمري عيون يا عمري، جبت لك عيون المها بصحن. العشاء اللي بدنا نتعشى انا وياكي عشاء استثنائي، وعشاء مبني على اجابات بدنا نجاوبها، يا منجاوب يا بناكل. بس قبل ما نبلش خلينا نطلع انا وياكي هيك نشوف هالريبورت الصغير ونرجع لحتى نبدا مشوار التحدي. على راسي. ماشي يلا. الوصفة نص طن بطاطا، نص طن بصل، وبستان بقدونس، بس شو بدنا نحضر اليوم؟ تبولة مع بطاطا مقلية. بلشتي بالغسيل لشوف. بالغسيل؟ شو برأيك؟ بنفع شيف؟ أكيد بكسير بالأول شيف كارل بونجي. شيف شو هيك بونجي؟ متمرن يعني. متمرن. بالتحدي ما بيطلع لك ومنك قدي. ليش؟ لأنك أنت شريف بهالقصة وأنا غشاش. قد إيه بدها وقت معك تقطيها؟ روحت روحلي يا صبيعي. شو هالحكي؟ أنا بدي روح صبيعي. 57 ثانية، هيدا رقم بصراحة بيسود الوش. يا شوف يلا برافو. 59 ثانية، بصلتي أكبر من بصلتك، بس عيوني ما عاد تفتحوا يا شيف. يلا من بعد إذنك يلا شيف. هون هون هاي يلا. شيف. نعم. جرحت إصبعتي. شو بعمل بحالي؟ منيح عنا بقدونس.
نكبسه بالبقدونس. اخ بالبقدونس بدك تعالج لي اصبعتي؟ فيها فيتامين سي، هلا بسكرك على شو هالحكي؟ بده يدخل الفيتامين سي هلا من اصبعتي هيك يطلع الجسم؟ قلت لك بدك تروح اصبعك. اوعى تروح لي اصابعك. شو هالحكي؟ انا بدي اروح اصابعي. هيدا في سلو موشن تاخذني يا معلم. هيك ومنقصها. وبتبلش. انا بفرم البقدونس ببيروت من لمه بالشام. فروموني فروموني عالبرغل كبوني وانا دورا بيتي دي مع حامد ليموني. فروموني فروموني اليوم الضيف بده يدوق وما عاد يعيدها بحياته. خلص بحياته احلى شيء. بس انت لاحظتي لي رياكشنات وانا عم بشتغل، قرفته الاكل، قرفته الطبخ، كرهته عمره بهالمطبخ والحال بيقول لي توبي كمان. مع انك كثير يعني كنت فكره اخذك سو شيف لعندي على المطعم، بس غيرت فكري. لا اكيد بدك صليب احمر ورا. تغيري فكرك اكيد. ارزه جاهزه؟ انا مش بس جاهزه، بدي اشوف اذا انت جاهز. طيب ارزه عندك بالمطعم اطيب اكلاته، شكلي وحدي رح اكل من هالاكلات. ارزي بتجاوب فورا بتدج دج، قلبها طيب بالفطره واسلوبها فج. واحلى ارزه يا باسم ويا يخور. نعم. حاجه تخبي وحاجه تدور، ولك انا ارز الشدياء دايما اسمي بالنور. يا بالنور بالنور بالنور. احلى ارزه. خلينا هلا نغطي هالصحون. ساعديني ساعديني، غطي معي. لا عم نقول غطي ما تكشفي. شاطره بالكشف، بالتغطايه شوي كان شاب عندك مشكله. 100%. يلا هات نشوفها. غطيناهم جاهزين نبلش. أوكي. انا وياكي التحدي الاول. نعم. واول سؤال رح انا اسالك اياه من بعد اذنك. يلا تفضل. اوكي يلا ها افتحي لي هالصحن اللي قدامك. هيدا ايه. يا سلام على هالاكله. ويلي هذا الفك المفترس تبع البقره مع الكراميل. مع الكراميل. ما انا رح ذوقه هلا. لا ما رح تذوقي اكيد، بدك تجاوبي على السؤال. طيب الريحه كيف عندك؟ تمام. زنخه على الاخر. ممتاز. خلينا نشوف ريحه السؤال هلا لانه السؤال ازنخ. هاتي لنشوف. بدي خليكي تاكلي. نيفا حرام عليك ابن عمي. نيفا يا اما رح روحك بهالسؤال. نيفا نيفا ني اكيد ضايق. انت نيفا ني. انتبه من حفر حفرة لأخيه لأخته وقع فيها. لنشوف. حدا بعيلتك بحاجة لعيونك الاثنين، بدي اسم ما تقلي لي الكل. حدا بتحبيه بشكل استثنائي غير الكل. جويل بنتك، ساندي بنتك، سالي بنتك. طبعا الام بتحب ما بتفرق بالمحبه، بس في تفضيل عند كل ام. بدي اقول هيك للجمهور انه هيدا شيء طبيعي انه الام تفضل ولد عن ولد، او بكون هو بيتغنج عليها زياده، او بكون هو ضعيف شخصيه بتحب تساعده، او بكون هو عم مرق لك يعني باكل نيفه. بعطيهم لجوال، لان جوال بتعطيهم لاخواتها. واو جواب ذكي كثير. انا ذكي ملعون لفيتي ودرتي وما اكلتي نيفا. نشوف اذا رح تنفلي بالجولات القادمه ولا لا. غطي لي هالصحن. ثانكس. وكبسي لنا هالزر، خلي هالطاوله تدور. وما بنعرف شو بيطلع لي، بجوز بيطلع لي عيون بقر يعني على على انظم العيون البقر. هاتي لنشوف شو بيطلع لي. يلا حياتي، يلا ابن عمي، يلا يلا. هيدا اسمه هيدا صوته هيدا اسمه غش. هيدا اسمه غش. لا مش مضبوط. هاتي لشوف.
شو عندك سؤال؟ شو الأسماء الأولى لثلاث علاقات غرامية مرقت فيها قبل زواجك؟ ثلاث علاقات غرامية انغرمت فيهم قبل ما تتزوج المدام. بدك تتفشفش لماما أرزي وتقلها الحقيقة. لا ما عندي مشكلة. وعك تكذب. بقول الأسماء الأولى، ما بقول اسم كامل لأنه طبعاً بصير. بمرحلة الطفولة كان في بنت حبيتها و... ما تغشغش كتير أحسن ما تنام برا الليلة. إنه قولها هيك، قول بقرف، قول قبل ما أتزوج. نصيحة نصيحة. مش هيك مش هيك تعمل يعني. غطيت يعني هو أنا عم رجعت الغطا بمرحلة الطفولة. لا رجعت الغطا لأنه ما عندي مشكلة. بمرحلة ليندا الطفولة. ليندا بمرحلة يعني المراهقة. ليندا ليندا يا ليندا ليلي السهرة عندها. لا والله مش ليلي السهرة عندها ابدا. اوكي. وفي بنت اسمها احلام، بعدين بمرحلة لاحقة هيك عشنا قصة حب بالتين ايجرز يعني بعد. وفي اخر شيء يعني كان في اسم كمان قبل مرحلة زواجي. عم بيبرقوا عيونك هيدا يعني هيدا الاسم شوي صعب اني اقوله لانه يعني معروف. بدك تقوله حدا معروف بدك تقوله بس ما بتقدر هلا او بدك تاكل نيفة. طيب كيندا. كيندا كيندا. اوكي برافو. ما اكلته حرام. كنت حست لو اكلت قد ما ناي كنت رح تتوجع. ما في نفدنا انا وياكي من هالطبق الحمد لله. طيب. رب العالمين. برمي لي هالطاوله من عندك. يلا. ايوه يا سلام. اتري شو مخبيت لنا ارز. شو اللي حط؟ اوردر الي. هاتي لنشوف شو الأوردر. إن شاء الله ما يكون شيء أوردر صعب. عندي 30 ثانية لعيد تمثيل خمس جمل شهيرة بأدواري الكوميدية اللي مثلتها. أيوة جملة ماحا لحا ماحا بيحب حا. إذا من ضيعة ضايعة. شايفتي لها ضيعة ضايعة؟ كيف لك؟ طيب وبدنا اسمعوا لها الشوفة. شوفوا لها السمعة. هيك بتضحك بالبيت. والله ضحكت بضحكتكم كلكم على فكرة. ما هو الضحكة يا الله. حبيبي thank you. وفي عنا جملة إسا افتحي قوس. شو؟ إسا افتحي قوس. إسا ساكري القوس. والموز ولا البازيلا بالأنف بالأذن بالحنجرة. يلا يلا عطيني أنا رح سمع مثل ما أنا بعملهم بالمسلسل. أوكي okay. مساء الخير احبابي. احلى كيف الغالية هنا؟ احلى هالمحل لك وبجنن. شو بتبيعوا هون نفوتيها؟ عرفتي لعمة بحياتي ما فايت هيك فوتة. تعا تقبرني تعا تعا ابن عمي. لعمة والله لكم ابن عمي. لكم شو بتشبه مرتي ديبة. بيبا العمى والله ليك تقول من العيلة نفسها. العمى محا لحا محا بحبها. تقبرني تقبر عظامي. إسا أنت يا قلبي مش من عنا من سويدك؟ لا بنانية. أنا بنانية. بنانية؟ بنانية. إسا افتحي قوس. بنانية. افتحي قوس. إسا سكر القوس. لسه عندي جملة ما قلتها اللي هي الموز ولا البازيلا لأنه أي ما بتنقال. قالت هيك بشكل بس يعني بسيط وسريع وقت كنت عم مثلها. ما أخذوا معي أكثر من 30 ثانية لأني عملت لهم مشهد يعني ما تركت لك الجمل مثل ما هنين. الدور عليكي. يلا بكفي هيك. تحيلي هالغطا. يا سلام هاي أكلة جديدة. هي فشة معلية نية متبلة بكوكتيل السمك. وهي دنب السمكة. هي حورية بحر قاصين لك ياها بالنص حاطين لك ياها بالصحن. هات لنشوف. طيب مين برأيك
مكتوبه. مين برايك اسال ممثل بلبنان؟ مين برأيك؟ مين برأيك أسأل ممثل بلبنان؟ ما تقولي لي في كتير هذا ما بيقطع معي الحكي. أوكي يلا رح تاكل. رح تاكل. معقولة على الهوا قول الاسم يعني؟ ما عندها مشكلة أحرجتها ورح تاكل. بس جوابت قلت في كتير. في كتير؟ اوكي هذا منو جواب. هيك تنشوف هيدي شو بدك تسمي لي. بتسكني يا أختي عم تعمل بابا عم لحظة شوي بدي شوف. لا 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 عم تنقيلي الخضرة عم تنفذي. لحظة هاي شو هاي؟ بدي لقمك بإيدي يا عمري. هي ما بتنقص عظمة. عظمة حطينا ديكور مزينين الصحن. هيدي مثل حسكة حوض. اوه ريكي رح لقمك بإيدي يا روحي. شقفة لا دهنة بدون الدهنة بدون الدهنة. ليه بدون الدهنة؟ بدون الدهنة طيب. لأنه عاملة رجيم. رح اترقى. عاملة دايت. رح اترقى فيكي. صحة وأنا يا قلبي. وكاسة المي وراها مشان تسهلي البلع. كثير تعبة في الشغل. طيبة ها؟ وحاطين كيس للحالات الطارئة كمان إذا واحد برميلي هالطاولة من عندك لنشوف حظي معك أنا يا حظي مني نظر التحدي حلو برمنيها منيح هالمرة هيك حالي بمدينة الملاهي هاد ولا هاد 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 زمطنا المطلوب مني مشهد درامي مع فتاة من الجمهور أنا بختارها حدا بيحب منكم يمثل مشهد معي؟ والله تفضلي مشهد في قتل ها؟ مشهد في قتل ما عندك مشكلة؟ كيفك؟ جاهز نمثل مشهد؟ يلا حياتي حياتي تقبلي تتزوجيني يا عمري؟ شو ايه اكيد شدي حالك شوي قليل وما تفكر معقول؟ يا ماما شدي شوي شدي بحالك فكري معقول تخسر فيني هالموقف عن جد تقبلي تتزوجيني؟ وافقت تتزوجني صار لي 5 سنين عم حاول وهي عم ترفض بس هلا اخيرا خلاص بس شو كان اسمك ذكريني؟ حياتي اسمها حياتي روحي عيوني ميرسي يا حبيبة قلبي شكرا لك مبروك يا عروسة اتمختاري يا حلوة يا زينة ولي 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 شايف راح صوتك علية ولي بس كيف كان المشهد؟ رائع دمعت عينك ولا ما دمعت؟ بلا بلا المشهد كان حلو ولا لا شباب؟ بلا حلو شايفين التمثيل شو حلو؟ كله كذب بإيدك ابتا شو يلا تعملك. لا أنا دوري؟ دوري أنا تحيلي يا الغطا من عندي في اوردرز افتحي لي الاوردر لو سمحتي لي بخصك انت تمنش مهذب
شو هو الاوردر؟ شوقتيني. حلم، حلم يتحقق، حلم يتحقق. شو ربحتي الجائزة الكبرى؟ هيك شيء. تغزلي بباسم على الطريقة السورية بطريقة جريئة. بطريقة جريئة كمان. قاتلة شو. لا التغزل مش جسدي. بصير تحرش. نحن عم نقول تغزل وليس تحرش. مش رح دق فيك ما تخاف. وين جاي لوين؟ ما تخاف. مش رح دق فيك. لا. ما تخاف. تغزل لفظي. غير لفظي بصير تحرش. وين جاي؟ وين جاي؟ مش رح اعمل لك شيء. وين جاي؟ وين جاي؟ روح مش رح اعمل لك شيء. لا 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 لا. روح مش رح دق فيك. بس بس ابن عمي حياتي تقبرني حبيبي تاج راسي تشكل قاسي تشكل قاسي تشكل قاسي. شو عملنا غدا اليوم؟ حياتي عمري. على فكرة متابعة ممتازة للمسلسلات الشامية. أكيد بحبها كتير. كمان كم جزء منه شايفة لباب الحارة؟ ولكريتا تقبرني هالدبحة العيون. لا بنت عمي هيك هيك كتير تقبرني. ليه خايف؟ ليه خايف؟ ايه ويها رحنا على الشام تنجيب فردة بقابة. ايه ويها ولقينا الخطابة على بابي. ايه ويها يا امي قولي لابن عمي. ايه ويها كل ما قرب منه ببعد عني. يلا دورك. مين اللي نفذ الاوردر هلا مش انت؟ بلا. ممثل عريق ياد. إلهي تطلع له الغنم العايشة. لا. أوه. يا سلام. لا. شو هيدا؟ جيلاتين الجاج. ايه جيلو على الدجاج كتير طيب. هذا جيلاتين الجاج بعلم منيح معك. مطفية بشوية لحمة. يي. يلا. لا بدي جاوب والله. شكلي بدي جاوب. سأليني شي سؤال. معظم الفنانين بيعتذروا عن أعمال لأسباب كتيرة منها وجود بعض الزملاء. مين الممثل يلي بيكون بهيدا العمل اللي بتقول لا ما بدي مثل معه أنا؟ بدك تسمي اسم. عن جد سؤال ثقيل كتير يعني. ليكي أنا لقلك شغلة. أنا حتى لو في ممثلين أو زملاء بالمهنة ما كتير بستسيغ إني أنا ما أشتغل معهم، بس أكيد ما بعتذر لأنه هن موجودين اليوم جزء من الاحترافية ونحن عم نحكي. هلأ أكيد بشكل كتير جدي يعني رح أكل لا تخافي، بس لجاوب على هالفكرة جزء من الاحترافية إنك تفصلي مشاعرك الشخصية عن أدائك لمهنتك. إنه أحياناً بيكون في حدا ما أنه حابب يقول صباح الخير لممثلة قدامه، عنده معه إشكال شخصي، بس إذا عم يعمل معه دور حب بده يعمل هذا الدور، بده يعمله تماماً، بده يحاول. كبير يا باسم كبير. كبير وعريض بس كل لأنه ما فينا نقول اسم على الهواء. الله نفسي عم تلعب. جهز حالنا. هيدي لحمة أكيد. تحية إلى كل الممثلين يلي ما بحب يمثل معهم. Thanks. تحية لكل الممثلين اللي ما بحب يمثل معهم. ليش؟ لأنه أكلت ما تقول اسم. أكلت بسببهم كمان. لحقيني لهون يعني. طيب إجا دورك. نعم. جهزي لي حالك. يلا. ما رح أرحمك بعد هالأكلة طعمتيني إياها. هاي ضغطنا على التاب لنشوف لوين بده يستقر فينا. يلا افتحي لي الغطا اللي قدامي. آه طبق جديد. طبق جديد.
هذا لو بدي موت بدي جاوبه. هذا واو. شيء لا يؤكل. اجرين معروس، اجرين جاج مع راس جاج بالمنقار مسلوقين، منيح اللي سالقين لك اياهم، بالعاده بنقدمه ني. لا لك انت عم فكر حالك، عم فكر انه مسلوقين ما رح يحصل، عم بيعملوا بق بق بق. يا حرام لا مدخلتيها معك، بس انت بتحبي الحيوانات كثير على فكره. كثير ما هي؟ كتير. على فكره انا بستغرب شغله انه الناس احيانا بتربي من الحيوانات شغلات أليفة، كلب، سينة، حتى ممكن مثلاً يربوا جاج. بس أنت ربيتي بزمانك حمار؟ ربيت حمار، يعني زلحفة، كتير قصص غريبة بطهمة. بس حمار كيف؟ أرانب، بس حمار. عندك جنينة بالبيت يعني؟ كتير زكي، إيه عندي جنينة بالجبل يعني. ما بس هو كان يفوت على البيت يأكل هيك حر وخضرة عن الطاولة ويظهر. ربيته كان فكر حاله كلب، حرام ربي، لأن مع كلبين وشي سبع بسينات. بيعوي يعني؟ صار هو يعوي والبسينة تشهنه والكلب ينوي. أنا مر علي كتير وقليل بس إنك تربين الحمار بالبيت. والله الله ما قال. اللي بدي أسألك يا وبدنا نرجع على قصة الحيوانات الأليفة وتربيتها بالبيت. السؤال هو شو حرق لك قلبك أكتر وبكاكي؟ لأنه أنا بعرف يا أرزي أنه خلف هذه الابتسامة الدائمة والضحكة في كتير من الصعوبات اللي واجهتيها وكتير من الأمور اللي مرت بحياتك صعبة. شو اللي حرق لك قلبك أكتر وبكاكي؟ وقت بنتك تجوزت رجال من غير دين؟ أبدا. أو وقت رجعوا طلقوا؟ أكيد وقت رجعوا طلقوا احترق قلبي وبعده لهلأ محروق، لأنه هي قصفت، انقصف عمره وانقصف عمره، واحترق قلبي على كريم حفيدة. يعني لو ما كان في ولاد كان أهين بكتير، بس لأنه كريم بعده لهلأ مقهور رح يدلى آخر حياته مقهور. طب سؤال اليوم بيطرح نفسه باعتبارنا قدام حالة هي في مثل حالات كتير بالمجتمع، شو رأيك بموضوع الزواج من غير دين؟ يعني عادة هذا الزواج بينجح ولا هو بينجح ولا مليون هو بالمية؟ أنا بنتي وصهري ما اختلفوا، ما كان اختلافهم على الدين أبدا، كنا عايشين حياة كتير طبيعية، كنا نشارك بأعياد، هو مسلم سني، كنا نشارك برمضان وبالإفطارات معه، هو كمان كان يشارك بأعياد الميلاد والفصح عنا. والصبي هلأ حفيدة عم ربي مسلم، لأنه بالقانون اللبناني الولد لازم يتبع بيه، وما عنا مشكلة الحمد لله لا بعائلتنا ولا برا. نحنا عائلة كتير منفتحين على الأديان، يعني وطن بلدي منفتح على الأديان، وديانتي منفتحة على كل الأديان. جوال وعارف ما تجوزوا جواج مدني، تزوجوا عند الشيخ وبالكنيسة إجا أبونا بركة دلون عدينهم. يعني أنا ضد الزواج المدني، هني كمان منفضل إنه يكون مبارك هيدا الشيء. يقبروني كان كتير مبارك حقيقة مطلقوا. أكيد إن شاء الله أيام تكون جميلة بانتظارها لجويل، وإن شاء الله حقيقة إن شاء الله كريم، إن شاء الله كريم يكون عنده الأحساس. الله يبورد له قلبه لكريم، هذا اللي بطلقه يا رب. أهم شيء الله يحمي لك كريم. غطي هالصحن، نفتي من السؤال بجدارة. مع أنه كتير بحب إجرين الدجاج. لاحقة رح تعميك إجرين جاج وروز جاج، وما بتعرفي إسا شو مخبيت لك بقية الصحون والأغطية. المفتاح عندك وكبسيلنا على هالتاب ليت اللي عندك لحتى نشوف شو ناطرني. يال أيوة. حاسس حالي هذا الغطاء بعرف عماري علي هذا. أوردر لألي. ربحت جائزة 100 مليون، كيف ممكن أعبر عن فرحتي؟ أنت ممثل كبير وقدير، وأنا بوجه لك تحية كتير كبيرة، تبعتك إلي من أنا وصغير، وأنا your number one fan. رح أعبر لك عن فرحتي إذا ربحت جائزة 100 مليون، بس بدي اياك تخبريني انت، تقولي لي باسم انت ربحت ال 100 مليون يورو. رابح ال 100 مليون يورو هو باسم ياخور.
ريتو ألف مبروك ابن عمي. دخلت بالحالة. ريتو ألف مبروك. دخلت بالحالة. حدا لازم مصاري يا شباب. أمانة. تصرفهم بالهنا إن شاء الله. أمانة. 10,000 يورو 20,000 يورو. مثل بعضها. خليني بقى هلأ حضر لك شيء خاص جدا. يلا. نططيني وركبتيني وهلكتيني حبيبي. ومئة مليون يورو. ما كان قصدي ابن عمي ولا قصدي ريحك. بس بنت عمي أنا لأني بعرف قديشك بتحبي الحيوانات. ولأني بعرف قديشك هيك خاصة بترباية الحيوانات. وعلاقتك فيهم حلوة كتير. اليوم حاولنا نجيب حمار يحل مكانه للمرحوم. شو كان اسمه المرحوم؟ براوني. براوني. ما لقينا ولا حمار فاضي، كله مشغول. الحقيقة لقينا بس معزاية عند وقت. يا حبيبتي كان عندي معزاية اسمها لولو. لولو. جبنا لك قرايبتها للولو بسكيدجول اليوم عندها نص ساعة، فطلبنا منه لمدير أعمال يجيبها. جيبولنا إياها. جيبولنا إياها ل لولو لقرايبة لولو. بدنا مرحبا. كثير حلوة. حلوة رائعة. كيفك؟ شو اسمها؟ ما بعرف. هول شو حلا؟ شو اسمها؟ رقم. رقم. عندك بدك تحلبي لنا المعزاية. جاهزة بتنحلي؟ يا عيني. انا مش حلبة انا بحياتي معزاية. بدك هلا تحلبي لنا المعزاية. تعي. خبرة. هيدي برطة تعي. تعي برطة تعي. تعي برطة تعي. غني لي شي. غني لي. طلعت يا ما احلى نورها شمس الشموس. يلا بينا نملا ونحلب لبن الجاموس. يا لطيف. عصبت الجاموسة. عصبت الجاموسة. بدنا نفرجي الحليب. خلينا نفرجي الحليبات. عندي حلب المعزيات. ومعهم حشاكيل جوا كمان. بس برافو، هي أول مرة أرزة بتحلب معزاية على خشبة مسرح ببروجرام. برافو عليك يا أرزة. خلونا هلأ نطلع ببريك صغير ونرجع لحتى نكمل مع أرزة. بس أكيد بدنا إياك تغسلي إيديكي بعد ما حلبتي هالمعزاية. بليز. بعدين ريحة المعزاية عبت الاستوديو. نطلع ببريك صغير ونرجع ومكملين حلقتنا مع الرائعة أرزة. رجعنا لحتى نكمل حلقة مميزة مع أرزة. جاهزة لنكمل أرزة؟ جاهزة. لسه في كتير صحون ما كشفناها. I'm always جاهزة. في أكلات كتير لسه ما اكتشفناها. بس على هوا الأسئلة رح يكون الأكل. خليني هلأ أضغط على التابلت وشوف شو السؤال وشو الأكل. كان دوري. كان يا دوري. غشاش. لا كان دوري أنا. واو. لا 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 أكلة فظيعة هاي. لحظة لا لا تعجبي حالك. لا تعجبي حالك. هاي لسانات. لسان بقر مع صوص السردين والحر فوقه. سؤالي إليك أرزة. الانطلاقة الأساسية لأرزة كانت مع هشام حداد. مزبوط.
قبل ما ياخذ هشام طريقه لحاله. طبعا بدي توجهي لهشام انتقاد سلبي قاسي وواضح واحد، وما تقولي ما فيني او بدك تاكلي. لا فيي، وانا هشام مثل ابني ودايما بوجه له انتقادات. لا بس ما توجهي له انتقاد هلا تضحكي علينا هيك بانتقاد كيف ما كان. بوجه له انتقاد سلبي واضح وما بيقنع من حدا هو. ايه. ولا رح يقنع مني يعني، انا اكيد بس يسمعه رح يقول لي. شو رح يقول لي؟ هو انه رح يستخف فيه لانه هو حدا كثير عنده ثقه بحاله. اوقات جمله ثقيله يعني مثلا اذا في نكته حلوه بقولها قبل اوانها، اوقات بيحرقها يعني قد ايه هو بضحك بعد بيقدر يطلعها بتضحك اكثر. هلا هذا مانو انت هذا. هلا اول شيء لحتى لا تلفي ولا تدوري، انا خالفك الراي بهذا الشيء. انا بشوف انه هو بيقول الكلمه وبيزتها بالوقت الصح وبيلعب على الافيه الكوميدي بالوقت الصح. انا بخالفك الراي. مزبوط. بس بكل الاحوال حتى لو كان هالكلام صحيح، حتى لو كان هالكلام صحيح فهو ما هو انتقاد قاسي، هذا انتقاد ناعم كثير ومجامل وكثير نايس. يا لسان بقر يا انتقاد قاسي. مبسوط هشام رح تعمين لسان بقر. بدنا لسان بقر. حلو حلو. واو واو والله يا ارزه يعني بدك شهية طيبة بتمنى لك عن جد. بدك كاتشي؟ واو يا سلام يا أرزة. حبيتي الأكلة؟ كتير طيبة أكلة. طيب غطي لي هالصحن لو سمحتي. دوري هالطاولة وتسأليني شي سؤال إن شاء الله ما يكون كتير محرج. لا بدك تشيلي العوينات لأنه هدول علامة غش. بدك تشيلي لي إياهن لأنه هدول علامة غش يا أرزة. معك ميوبي. كيفني معك؟ كتير حلوين. هلا بيلي هاتي لنشوف. هيدا الصحن؟ لا هيدا. هات. اوكي. لا. يا حكيم عيوننا أفهم في العين. عيون البقر؟ وافهم كمان يا عين بقره كرمال الله. كيف الواحد بده ياكلها؟ مش العين يعني. هذا الشيف انطوان فعلا طيبه. لحظه شوي حكيم معه. شوفي لي العين كيف صارت هيك. افهم في العين وافهم كمان برموش العين. انا بفهم باكل العين شكلي هيك هلا بقى. بس بدي منك تشوفي لي شي سؤال من عندك. رداً على أحد متابعينك اللي حسدوك على مستوى حياتك كتبت: والله لا كنت وزير سابق لهط وبلعت ولا رئيس وزارة شفطت الأخضر واليابس. سمي واحد من اللي قصدتهم بهالحكي. صدقني أطيب أكلة. سمي واحد من يلي قصدتن بهالحكي. كثير رؤساء وزارات ولا وزراء اجوا ويعني اكيد استفادوا من مناصبهم بطريقه يعني فيها صرف نفوذ. اوكي بس بدك تسمي واحد. طيب يعني انا بقول لك شو، انه اكيد في كثير ناس اجوا بطريقه فيها صرف نفوذ اكيد، واخر شيء يعني بعد كل شيء استفادوا منه من البلد داروا ظهرهم وهربوا مشيوا. عم تعرج قدام مكرسح حبيبي. ما عم بعرج قدام مكرسح. انا مثلا ما تأثرت انا هذا رئيس الوزارة اللي حمل حاله وهرب بأحلك الظروف من سوريا بالوقت اللي كانت البلد فيه عم بتعاني الأمرين، واللي كان هو وأداؤه جزء كبير من أزمة البلد. حمل حاله وهرب ومعه ملايين الدولارات معروف يعني، اللي هو رياض حجابي مثلا. هذا واحد من اللي تسميه. ولحتى ما يعني ما يقولوا لي أنا سميت اسم مثل ما بدك، وحتى ما يقولوا لي بس لأنه هذا معارض حمل حاله وهرب عم تسمي. لا أنا بقول لك بمنتهى البساطة في كتير وزراء من الحاليين واللي قبلون
واللي معارضين ولا غير معارضين كان أداؤهم يعني أداؤهم بوزاراتهم سيء جدا، وهن جزء كبير من أزمة الناس ومن تفاقم أزمة المعيشة بسوريا ومن كل هالوجع اللي عم تعيش الناس. وهذا الشيء للأسف يعني موجود عندنا بسوريا، موجود بدول عربية كتير، بس عندنا بسوريا نتيجة الأزمة كمان، نتيجة الظروف الصعبة والحصار اللي عم تتحاصروا سوريا وكل شيء ممنوع، كل شيء ما بصير يفت لا وقود لا مواد طبية لا إلى آخره، صار عم يبين أكتر وأكتر. بهذا الوقت هون بيبين إذا المسؤول بقى بيحب البلد ولا بيكرهها. جزء كبير من المسؤولين عندنا الحقيقة عم يهتموا بمصالحهم الشخصية أكتر ما عم يهتموا بأي شيء له علاقة بالبلد. خليني أفتلك هالطاولة. تحية يا صاحبي. أيوة المورد مع الخردل ومع ترجيني هذه عصير السردين فظيعة. هاتي لنشوف سؤالي إليك. عندك مطعم ناجح وهذا المطعم هو ثروتك بحياتك اللي عملتيها واللي شكلتيها الحمد لله. بين بنتك أم كريم وكريم حفيدك يوما ما بعد عمر طويل، لمين بتورثي مطعمك عند أرزي؟ أنا مورثته لسندي بنتي صغيرة يلي هلأ بتساعدني بالمطعم، وقالت لها تشيل حصة لكريم ابن أختها، لأنه كريم الشاب الوحيد هلأ عنا الحفيد الوحيد. وقلت أنا إذا يوم من الأيام أمه بدها تبعته للخارج يتعلم، وهيك إذا رجع على بلده وما كان عنده شغل بقى أمنت أنه حفيد يكون عنده أسهم بهذا المطعم، بس هو الحصة الكبيرة لسندي بنتي الصغيرة. الله يخليهم كلهم. مرسي سندي وسالي وجوال. مرسي والله يخليهم. خلي لك ابنك حبيب حبيب قلبي. غطي لي هالصحن. خليتني اقول ورثتي على الهوا يا حبيبة قلبي. ان شاء الله عمر طويل. مرسي ويخليكم دائما عائلة حلوة متماسكة متكاتفة بتحب بعضها، هيدا اهم من كل شيء. تسلم. عندي كرت امتياز. أوكي. يلا تفضل. عندي كرت امتياز بقدر اسال منه. خلينا هلا نفتح هالغطاء. اكله جديده اكله جديده. هي حقيقه هي الاكله هي قلوبات دجاج سودة دجاج بالخردل والقشطه والمايونيز. كرت الجوكر محضر لك فيه اربع اسئله. هالاربع اسئله بدك تجاوبيني عليهم وتعطيني اجابات صحيحه باقل من 30 ثانيه. تايمر بده يشتغل. 30 ثانية. رقم سجلك 15. صح. نمرة إجر زوجك راشد 42. تاريخ عرض أول حلقة من لول 2010 تموز 2010. آخر بلد سافرت عليه بنتك جويل بورتغال. صح. آخر مباراة لعبة حفيدك كريم كانت ضد مين؟ ايه ما بعرف. انا سالتك سؤال زياده بعرف، بس بدي اقول لك اربعه. برافو عليكي قديره. برافو عليكي عن جد. برافو عليكي. اول شيء خربطتي بنمره اجر زوجك، وثاني شيء خربطتي بتاريخ بدايه برنامجك لول اللي هو بصيف 2009 ما 2009. قد ايه قلت 2010؟ برافو عليكي. برافو عليكي مو لانك جاوبتي صح، بس كريم برافو عليكي لانك بدك تاكلي. لا ما كان. ليه بشو غلبطت؟ خليتها تفرح وتضحك وتنبسط. روق بدي شمهم قبل. لا باسم عندي سودا مطفاية بالقشطه والخردل والخل. بلعيها فورا فروق. يلا يلا. ايوه لا 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 يلا 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 يلا. ايوه صح. وهنا مرقتي لي معلومات غلط، فكرتي حالك نفدتي وعملتي لي هيك وصرتي تبتسمي، قلت لك المعلومات مكتوبين عندي. اجا دورك. إلهي من حفر حفرة لأخيه وقع فيها. شو؟
شو هاد شو هاد شو هاد حاضر امرك انا لا هيدا هيدا هو لا لا اجر الجاج هذا هو مع راس الجاج طيب سأليني سؤالك لشوف مين المغنية المطربة يلي ما بتحب تسمع صوتها ابدا بدك تسمي لي اسم يعني انا ليكي هيدا ذوق ما تخاف بس انه تسمي اسم هذا موضوع ذائقة شخصية هلا انا مثلا هي شخص ظريف بشوفها رح اقول لك يعني ليك يا رح اجاوبك لانه مستحيل اكل هالاكله وبدها ما تزعل مني انا ليكي على الصعيد على صعيد الشكل على صعيد حالتها علي بجوز هي حدا كثير زروف ومهضومه وبتطير العقل بس انا نوع الغناء اللي بتغني ما 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 كثير بحبه دومينيك حوراني مع كل محبتي إلها يعني سأليني سؤالك الأخير اليوم لهالحلقة وخليني شوف رح جاوبك ولا ما رح جاوبك بدي أكون محرج ولا لا طارت النظارة رجعنا للجاج ولراس وإجرين الجاج خليني أسمع سؤالك وعلى الأغلب رح جاوب ما رح أكل منه سؤالي هو يقال ممثلات سورية ببالغوا بعمليات التجميل وصاروا كلهم بيشبهوا بعض لمين بتقول زدتيها كتير؟ سمي لا ما كلهم في في ممثلات عملوا عمليات تجميل طبعا وطلعوا أفضل على عمليات التجميل وفي ممثلات ما عملوا عمليات تجميل حافظوا على شكلهم وفي عملوا تجميل بشكل محدود يعني تظبيط مثلا منخار هذا ما هو غلط يعني رح اقول وجهه نظر وانا ما بتمنى انه هي اكيد تزعل مني يعني وهذا رايي هي 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 انسانه جميله جدا وشكلها حلو اكيد انا برايي هي عملت حتى تجميل موفق بس انا برايي هي لازم بقى تعمل ستوب ما بقى تكمل بهالقصه لانه عما يعني وش عم يتغير صار مؤخراً شوي يصير مصنع أكتر بقلا ستوب يعني لهون وستوب نسرين طافي أنت بالإجمال ضد أنه المرأة تعمل عمليات تجميل وتنحقن بفيلر وبوتوكس وهيك؟ أبداً بالعكس أنا مع أنه المرأة تعمل اللي بتحس اللي بتحسه بي بيعطيها هي الثقة بيعطيها هي الحالة الجميلة من التعاطي مع المجتمع مع المحيط من الترتيب هلأ أهم شيء أنا برأيي بعملية التجميل هي كيف بينعكس هالشيء على نفسيتها مزبوط أنا مع التجميل بس ماني مع المبالغة بالتجميل أنت ضد أنه رجال يعملوا عمليات أبداً لا بالعكس إذا في تجاعيد أو عمليات تجميل إذا صار في تجاعيد أو لغلوغ نزل كتير أو كذا في قصص أو بروسيجرز أو أنا مثلاً بشوف أحياناً التجاعيد بنقاط معينة بينعملها بس كمان ما ينعمل البوتوكس بحيث يصير الواحد زاور كل الوقت حواجبه لفوق مين ما شافه يقول له شو في شي زعجك مني حبيب القلب أو كذا يعني يكون شي بالمنطق أنا بدي أشكرك كثير أرزة حلقتنا حبيبي. دسمة كانت معك اليوم أنت شخصية استثنائية أنت حرة من جوا مرسي على استضافتك لإلي وبتشرف أنه أنا قدامك وأنا من متابعينك ومن الفانز شكراً كثير يا أرزة حبيبة قلبي نورتينا اسمحي لي ودعك ونودع الجمهور